سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم. سلام ميماتي وحباباتي وصحاباتي، وسلام لكل واحد كيتفرج فيا وفرحان ليا ومهتم بالقناه ديالي. كنشكرك وكنوجه لك واحد التحيه ومرحبا بكم معايا في قناه عالم لبنى. فاليوم ان شاء الله واحد الفيديو سبيسيال، فيديو جديد ومختلف كليا على المحتوى اللي كنحط في القناه ديالي. اليوم واحد نهار مميز، واحد الحلم كان عندي والحمد لله بفضل الله وفضل والدي والعائله اللي كتفرح ليا وحبابي وصحابي، قدرت نحقق واحد الحلم اللي كان عندي. انا والاخت ديالي درنا واحد المشروع صغير، واحد لابوتيك ديال الحويجات هكا الرومي ديال البنيات، كل ما يخص سبور كلاس غادي تلقايها ان شاء الله في محل سيستر شوب. وبحكم انني فرحانه لهذا المشروع شاركت معكم بعض اللقطات من اللي كنا نوجدوا فيه وتنقادوا فيه كيف ما شفتوا معايا. وغادي نشارك معكم حتى نهار الافتتاح، يعني درنا واحد نهار اللي بسيط هكذا غير الحباب جاو عندنا، وكنوجه لهم واحد التحيه خاصه. كنقول لهم شكرا لكم بزاف اللي فرحتوا الفرح ديالنا. فكنتمنى ان هذا المحل يدخل علينا بالرزق وبالتيسير وبالهنا والسعاده وراحه البال، واي واحد الله يعطيه اللي كيتمنى في خاطره يا ربي. فهذا من فضل الله انني غادي نقدر نوقف على رجليا، ما يعني كتقدري تكوني مستقله وتعتمدي على راسك، فلوسك في جيبك، ماشي بحال ديما عطيني 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 عطيني. فالحمد لله، فهذا من فضل الله. والواحد الا كانت نيته زوينه ونيته صافيه وما كيأدي حتى شي واحد، فاكيد ربي غادي يسهل ليه. ففرحتي البنات ما كتوصفش، كنعطى لاي وحده نيتها في شي حاجه، واللي باغا تزوج الله يسهل عليها يا ربي، واللي باغا تخدم الله يسهل عليها كذلك. مهم اي اهم حاجه البنات هي الواحد ما ياديش خوه المسلم ويبغي الخير للناس باش ربي يسهل ليه في داكشي اللي كيبغي. فالحمد لله حنا القلب اللي كيكون طيب وكيبغي الخير للناس فاكيد ربي كيسهل ليه. وبلا ما نطول عليكم البنات الهضره، فانا الصراحه فرحانه فرحانه، ما كرهش اليوم نبقى غير نهضر، غادي نخليكم تشوفوا معايا هكذا شنو كنوجدوا، فين مشيت، شنو درت، ونهار الافتتاح. واكيد غادي نرجع نتلاقى معكم ملي غادي نعلقوا السلعه في المحل. ما تنسوش البنات محل سيستر شوب المتواجد قيصرية النصر بالجديدة. وأهم حاجة في هذا الشيء، وكنبغي نوجه واحد التحية خاصة وواحد الشكر كبير لوالديا، الأم ديالي والأب ديالي، الله يخليهم ليا والله يخليهم لينا تاج فوق راسنا، لا لا يحرمنا منهم، والله يجعل نهاري قبل من نهارهم يا ربي. زعما عندهم واحد الفضل كبير 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 في حياتنا، الله يخليهم لينا، عاونونا وحقوا لينا الحلم ديالنا ديال هذا البروجي. فربي ربي يخليهم لينا، والله الله يعطيهم شي حجه ان شاء الله. فمن من ما نقدرش نوصف لكم الشعور ديالي، الله يخليهم ليا يا ربي، لا يحرمنا منهم ولا لا يحرم شي مسلم من الوالدين ديالو ك يعني لا بنت لا ولد، يعني اي واحد كيكون محتاج للوالدين ديالو واللي متوفين ليه الله يرحمهم في هذا النهار، فان افراهم بغاو الرحمه الله يرحمهم يا ربي. وبقاو معايا البنات حتى لاخر الفيديو. فهنايا ان شاء الله راه جينا ناخذ البيغو زعما لابوتيك، مي كان ما بقاش غير يلاه كوموندو لينا عليه، غيجينا حتى النهار السبت. مهم انا راه حطيت الفيديو متعطل، وهذه اللبسه اللي لبستها الافتتاح، هاد الجلابيه بخصوص الجلابه البنات اللي بغاها كذلك يصيفط لي الموديل، اي موديل عجبك بهذا الشيء ديال العقيق او لا شي موديل اخر، يمكن لي نوصلها لك في جميع انحاء المغرب. يعني تصيفط لي غير لاطاي القياس ديالك او لا الموديل، وانا نصايبها لك ونصيفطها لك. واللي بغى الاثمنه كذلك راه غادي يتواصل معايا عبر الواتساب او لا الانستغرام او لا الفيسبوك، يعني فين ما تواصلتي معايا انا غادي نخلي لكم الكارت فيزيت هنايا،
وغادي تشوفوا معايا النيميرو والانستغرام والواتساب. فهذه راها القيصريه الدخله ديالتها البنات، فهنا راه غادي نوريكم لابوتيك يعني ملي تدخلي في اين جهاجه. مهم قيصريه النصر البنات في مدينه الجديده، واي واحد بغى شي موديل يمكن له يصيفطوا ليا ونجيبوا ليه اكيد. فمرحبا بكم والف مرحبا. زعما فهذه خطوه جديده في حياتي، زعما واحد النهار سبيسيال مختلف، زدت شي حاجه في الحياه ديالي انا والاخت ديالي اللي هي سكينه. مهم لابوتيك سيستر شوب البنات كيف ما شفتوا معايا. فيا ربي يسهل علينا فيه ويكون قدام الربح علينا ان شاء الله. بسم الله، مرحبا بكم حبابي والف الف مرحبا في محل سيستر شوب، محل الاخت ديالكم لبنى وسكينه. مرحبا بكم يا ربي. تلفات لي الهضره البنات، فهذا هو لابوتيك ديالنا من بعد ما قادينا هكذا شويه وعلقنا السلعه. فكنتمنى ان الحويجات ديالنا يعجبوكم. هادو دي زونسومبل كيجيو غزالين البنات في اللبسه، وراني غادي نخلي لكم صور هكذا لابسينهم. هادي واحد الغوب كتجي خطيره البنات، كتجي رائعه، وعندها واحد لو تيسي اللي غزال ديال هاد لا سيزون هادي، يعني ما سخوناش بزاف وما بارداش. واحد التوب ديال المبره اللي غزال، كاينين هاد لي شوميز حتى هما ديال لي فام فوالي وحتى اللي ماشي فوالي، زعما عندهم واحد لو تيسي اللي غزال. كاينين لبسات غزالين، نوعنا ما بين لبسات ديال المحجبات وهكذا دي سيرفات بالنسبه للبنيات، دي سيرفات طوال. المهم ان راه كل بياسه تقريبا لابسينها، وغادي نخلي لكم لي فوتو في الاخر ديال الفيديو وحتى في الاول لا فيديو. هاد السيرفات كتجي خطيره في اللبسه البنات، راني انا لابساها وحاطه لكم لا فوتو حتى هي في واحد لو تيسي اللي غزال ديال تركيا، وباثمنه اللي جد جد مناسبه. يعني اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا، فيخلي لي ميساج في هنايا في التعاليق، او لا يصيفط لي في الانستغرام او لا في الواتساب. يعني اللي صيفط لي فيه اكيد غادي نجاوبك ونقول لك الاثمنه. هاد السيرفات حتى هي ديال تركيا، كتجي خطيره في اللبسه البنات، كتجي غزاله، تجي كضحك. يا مرحبا بكم عندنا البنات، واللي عاجبها شي ستيل او لا شي موديل فمرحبا بها، تخلي لي غير الصوره ونوريها لكم. فهذه السيرفات اللي وريتكم كتجي على هذا الشكل، زعما بالنسبه لي فام لي فوالي كتجي غزاله، وحتى بالنسبه للجليبات البنات اللي باغا شي حاجه حتى هي تخلى ليا نخيطوها ليها. مرحبا والف مرحبا. وهاد السيرفات حتى هي راه مخلي لكم الصوره ديالها في الاخر الفيديو، كتجي غزاله البنات. هادو ستاندار ديال تركيا، يعني دي سيرفات اللي خطيرين، صبن اورد ما دير لك لا ركابي ما كتحبب ما والو، زعما كاليتي رائعه جدا. وهاد لو ستيل كيجي خطير، غادي نشوفوها حتى هي في اللبسه كيفاش كتجي. مهم كاينين دي ستيل غزالين البنات، شوفوا التف لو ستيل ديالها كتجي فنه فنه فنه، كتجي كتحمق البنات. المهم جبت لكم دي ستيل اللي زوينين بالنسبه للناس اللي ماشي فوالي والناس اللي فوالي. زعما كل شيء يلبس مع اختكم لبنى، كل شيء يتكسى، كل شيء يلبس باثمنه جد جد مناسبه ديال بنات الشعب. يعني ما كاينش زعما الغلا، كاين غير هرس دقدق واثمنه مناسبه البنات. مرحبا بكم والف مرحبا، كنتمنى كل شيء يجي ويقيس ويشوف، ومرحبا بكم. كاين هاد لو ستيل تاهو كيجي غزال، هو لي طوندونس دابا. مهم البنات انا كثرت الهضره، ما موالفاش نهضر بحال ما هكذا، مي راه خاصني نبين لكم السلعه اللي جايبين. جايبين ستيلات زوينين، زعما كنتمنى انكم تجيو تجربوهم
ستيلات خطيرين 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 بزاف. السراول ديال لي سيرفيت حتى هما غزالين. هاد لو ستيل كيجي خطير البنات، وخا لبستو ما بانش مزيان يعني. جي وقيسي وشوفي اشنو غادي يجي مع لاطاي ديالتك. ويمكنين ستيلات جميع لي ستيل متوفرين عندنا في المحل. كاين البنات حتى هاد لي غوب بالنسبه للناس اللي ماشي فوالي كيمكن لها تلبس بوحدها، والناس اللي دايرين الفولار راه كيلبسوها هكذا مع دي بونطالون. كاين هاد السيرفيت كتجي خطيره البنات بالبونطالون ديالها، فيه لي بوش في الجناب. انا نوريكم ستيل البنات، فيه لا بوند من التحت كتجي غزاله وخطيره زعما لبستها كتجي واعره. راه غادي نخلي لكم الصوره ديالتها في لو روج كيفاش كتجي في اللبسه. زعما البنات التيسي ديالها خطير حتى هو. وكاين هاد السيل الاخر اللي حداها فيه دي سويت، وكاينين دي زونسومبل بحال اللي في المانكان برا. انا ملبسه هادو دي سويت، وكاينين هادو البي تي اس دي زونسومبل فيها سروال باتيف زوينين حتى همايا. المهم كاينين بزاف ديال لي ستيل البنات، كاينين الفوق دي شوميز، كاينين دي فيست، يعني عندك فين تختاري. وكاينين هاد لي بونطالون ديال السيرفيت كيجيو واعرين البنات. راه كاينه الصوره ديالته في الموف لابساه البنت. كاينين هاد لي شوميز، كاين بزاف 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 تلبيسات البنات اللي رائعين. كاينه هاد الجاكيطه هادي ديال جين البي تي اس حتى هي كتجي غزاله البنات. مهم مرحبا بكم والف مرحبا في محل سيستر شوب، محل ديال اختكم لبنى وسكينه. يعني اللي لقيتوها مرحبا بكم، كاين نقدر نكون انا، تقدر تكون الاخت ديالي، يعني حنا راه بحال بحال. مهم اللي بغات شي حاجه تسكرينيها وتصيفطها ليا عبر الواتساب او الانستغرام او الفيسبوك، يعني اللي متواجد عندك فمرحبا بك والف الف مرحبا. ونخليكم البنات مع البقيه ديال لا فيديو. وهاد السيرفيت هادي حتى هي بزاف كانوا كيسولوني عليها، راه بقى فيها غير هاد الكولور واحد لو تيسي ديال تركيا، واحد التوب خطير البنات كتجي غزاله في اللبسه يعني بلا ما نبقى نشكر عليكم. ودابا غادي تبقاو معايا في الصور وتشوفوا كيفاش جاوا في اللبسات. مرحبا بكم. ايوا احبابي، كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، يكونوا عجبوكم لي موديل اللي درنا في لابوتيك. وكنبغي نقول اي واحد كيشوف لا فيديو ما تنساش خلي لي لايك واشتراك غير باش تزيد تحفزني انني ننزل دي فيديو، ما نبقاش نتعطل عليكم ونغبر عليكم. فكنبغيكم بزاف وبسلامه عليكم، تلاقاو فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله.